هنتكلم عن حاجه مهمه جدا، وهي كيف يفكر رائد الاعمال. بالظبط كده، كيف يفكر رائد الاعمال. كل مره بشكركم على دعوتكم الكريمه. زي ما بنقول بالعقليه، يعني هنا بالانجليزي بيقولوا مايند سيت، وبالعربي بنقول العقليه. هي اي حاجه في الدنيا انت بتستقبلها، بتستقبلها حسب العقليه اللي انت بتستقبلها بيها. رائد الاعمال هو دايما بيدور على، هي ممكن تكون بتضحك، بس بيدور على المشكله، مش المشكله اللي بيدور على المشاكل، هو بيدور على الفرصه اللي بتبقى كامنه في وجود احتياج في السوق او تحدي معين. فدايما انا لما كنت بشتغل مع رواد الاعمال، يعني على طول ملاصق ليهم يعني، فكان دايما اكتر حاجه باخد بالي منها هو العقليه. دايما بيبقى في حد بيخلط ما بين المثابره والعند. ان الانسان دايما سيحاربونك وتنتصر، انت عارفه التنميه البشريه داخل حرب مع مين هو مش عارف. بالظبط بالظبط، فهو عايز ينجح ولازم الناس كتير قوي يعني. دايما الناس برضو بتخلط ما بين حته الناس هتحاربك وهتفشلك وهتحاول ان هي ما تسمعش والكلام ده. طبعا الكلام ده بيبقى ساعات بيتاخد بره المضمون بتاعه. فدايما كنا بنتكلم معاهم في الاول، لا هو احنا بس محتاجين نهدى وناخد خطوه الاول. انا دايما بسميها الخطوه صفر. الخطوه صفر اللي هو هل فعلا اللي انت بتعمله ده هيبقى له مردود استثماري ولا لا؟ فنرجع تاني عشان ما شتش في الكلام بسرعه. هو الموضوع كله له علاقه بالعقليه، ان هو يكون اول حاجه منفتح على انه يستقبل مردود او يعني مش هقول فيدباك، يعني مردود مننا، ده رقم واحد. رقم اتنين ان هو يبقى منفتح اكتر ان هو هيغير، ودي يبقى مرن. بالظبط. على فكره المرونه في تقديم المنتج او الخدمه، بمعنى ايه؟ انا ممكن اكون شغال بنمط معين، النمط المعين اللي انا شغال بيه ده يحصل ان في تغير في الذوق الاستهلاكي. فلو انا النهارده مصمم على اللي انا بعمله، لازم يبقى عندي قدره انا كمان ان انا اتغير. دايما حضرتك بتتكلم على العنصر الاهم في اي مشروع. بالظبط. تعالى كده، يعني هو ايه العنصر الاهم؟ هل هو التمويل ولا البرودكت بتاعي ولا مين اللي هيعمله بانهي جوده؟ ايه اهم العناصر في اي مشروع؟ قبل ما اجاوبك اسمحيني، بيحضرني مشهد كده في فيلم كان في داني ديفيتو، فيلم امريكي يعني، كان بيحكي عن قصه واحد رائد اعمال اصبح جد، وبعدين هو عنده مصنع كابلات نحاس. فحصل ان في مستثمر عايز يدخل، عايز يشتري المصنع وكده. فهو كان قبل الجمعيه العموميه، يعني قبل ما ياخدوا تصويت من المساهمين، يعني بالليل واقف في المخزن وبيقابله واحد امين المخزن كان معاه من اول ما بدا المشوار. فبيقول له حضرتك قلقان يا مستر فلان يعني؟ قال له انا مش قلقان، المصنع بتاعنا ده هيفضل يعمل كابلات نحاس ل 50 سنه الجايين. كل ده عشان كان عنده رفض يعني. المهم يعني المستثمر دخل وما عملش اي حاجه غير ان هو غير بس من كابلات نحاس لكابلات فايبر اوبتكس يعني. الشركه بتخسر، فارباحها تضاعفت، والراجل ده فضل وعيلته فضلت وكل حاجه. فالتفكير هي المايند سيت. طب ايه هو فعلا العنصر الاهم زي ما بيقول يعني؟ العميل. العميل هو العنصر الاهم. اهم حاجه في الحياه، هو ده اللي بياكلني. والله هو ده اللي فتح البيت، هو ده اللي هو ده اللي بيدفع مرتبك، هو ده اللي بيعمل كل حاجه. هل بتحس ان الناس بتدور على اول تقول لهم العنصر الاهم بيدور على اي حاجه غير العميل؟ يعني مثلا البرودكت، الفيتشرز اللي هي المميزات. يعني انت دايما لما بقابل رائد اعمال اول حاجه يعملها يروح جاي مطلع تليفونه وبيفرجني مميزات المنتج او الخدمه، واقول له ثانيه واحده، الاقوى انك تفرجني خريطه بتبين احتياج السوق او النمط الاستهلاكي او السحب على المنتج. هو ده اللي بيبين كل حاجه، حتى في الكافيهات، حتى في المطاعم، حتى في اي منتج او خدمه. يعني انا مش عايز اكون بحصر الموضوع في الشركات التكنولوجيه، يعني حتى في الشركات النمطيه جدا دايما نلاقي الناس بتدور على مثلا الكثافه السكانيه وبيفتح جنبها حاجه تخدم الناس دي. فده من زمان قوي، من قبل ما البيزنس يبقى بالشكل ده. دور على السوق الاول وبعدين دور على المنتج. فهو اهم حاجه العميل. طب هل الكلام ده ممكن يبقى رد على فكره انه المستثمر بيدور على ايه في عقليه رائد الاعمال؟ هرجع خطوه لورا وبعدين ارد على حضرتك. هو المشكله ان رائد الاعمال اصبح النهارده بالذات في الشركات التكنولوجيه بيبص للمستثمر على انه وسيله ان هو يعيش، بمعنى ان هو بيبقى بيعمل نموذج اعمال، بزنس موديل، والنموذج الاعمال ده بيبقى مبني على ان في تمويل هيدخل، في حين ان نموذج الاعمال المفروض يبقى مرتبط اكتر بان في بيع هيحصل او في ايراد هيحصل، تنفيذ
ايراد زي بيع زي حاجه في الدنيا، لكن هو او مرتبط ان هيبقى في دوره تمويليه للمستثمر ولا بالظبط، والدوره التمويليه دي هيعقبها دوره تمويليه ثانيه بعد سنتين ثلاثه. طب اعمل ايه عشان اجمع ما بين متطلبات السوق ومتطلبات المستثمرين؟ المستثمر بقى بيدور على ايه؟ اه بالظبط. المستثمر بيدور على اول حاجه فريق عمل. خلي بالك رواد الاعمال بالذات في المراحل الاولى بيبقى المستثمر بيستثمر فيهم هم شخصيا، مش مقتنع بيهم. مقتنع بيهم ليه بقى؟ لانه في الاول وفي الاخر زي ما اتفقنا محدش عارف ان كان هيحصل كوفيد، محدش كان عارف ان هيحصل توترات هنا ولا هناك ولا حرب في روسيا ولا ولا ولا، فبالتالي النمط الاستهلاكي ظروف السوق بتتغير،